وحكلو كجيرة مسألة دا إن صفك الله سما شيء سحب لقب صدين أو من الدين أو صنعة أو حتى صفك السيمة أباها هنا أي آية قمة الصلاة فقمنا فعدلنا صفوفا صلاة دي بقى الله قيمة وإستان صفك بان هكاتشن نبي قوار وكو أتكن جهة صحابة وكي هدي سيب والبؤسي مجري قول قسم ليب قسم سيدنا عمر نواقد موحوبة سميستي رق هورشا أسوة كنت مسألت مركو بلعرني ومدنا بضاتي رق بودري جري صفك صور دحمرة انت بدنا نسقى دحمر جري تقول حقا هذا وصفك توسي هكاتشي أيو كدب حران جري مرنا ما كي يلان رق ودري صفك واسمي وحوى البوال أكي مساعدة قلي جري إذن صفك الله سمو الله هكاتشي وواجب من واجبات الصلاة قل يا سنة كل شيء ورأي ضعيفة دليل لما لها كبيرة ما الكبائر وهي صفك الله سمك رأي الله سمو هذا صفك الله هكاتشنين أونلاين قرينا جماعة مجرته دان سني والبا سيدي حرقيل كهل والبا ماشي كل اسم ربيح جرتي يكوكا ذاية يقول ماليس كي استاغا تا جماعة ما إن بدنا هو شو وإن كره الله كورونا فيروس بعذركم إذن قليا هكوت تجينا عشان نبى لقى شيء جاي وحي وحي نبضين محن نقد درن بولي وحي نبرين مركو وحي اللي قلت تجو أيابها لسا مر هذا عبسي تميد ومساجد دين نيك كنت كذا جماعة هذا جاي لقى بقى يعذر إيو فيروس إلا كلا قاضو جماعة واجب معها ويدعى ضي لا تجب الجماعة على المسلمين أذان كون أذام إنا وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة والله ودي مش حي على السلاحية على الفلح ما كبد علينا الصلاة في الرحال صلوا في بيوتكم سنانا كتمة ومدي إن لي حي على السلاح ليلة هذا حي على الفلاح ليلة هذا مركي ما دانا كيف استانسي ليلة هذا ودين عصب سكيل علي كيف ديستانس ما غنوا يا جنبا ما ما قرنا كلا فقاشا الله الى اليوم برما يا كودا هلا كلا فقاشا امه ما حدو يا دد كلا فقايريس دد كلا في جيريسو ما حدو امه اوغو يا دهي وبدعه في الدين سكيل علي جماعه ماها جماعنا ما أصحن وحاد و وصورة عصب وضع عصب أو صلاة لو تكنوي دين عصب وي ظروف تمحي كانت عذركم حكاري ذي جماعة دي محادي قصبة يسا شيخ ما دوي فانتان ملايني هو رجي سري ما يوحنا الله يمعنها مسألة ده ظروف حنون باي من صماها سقط وجوب الجماعة خوف يعبس مجرى هذا قربان من أنا كبر غيون وحرقان أنا وحران قميص كده دين سنجري 96 كي 97 كي نيملها سوي 98 كي قميصو كي نجري حرتنا واقعها دحال كده وحوهم الله به عليه مركا وحي رمك كم غراتوك ويدينا يا كلها صوصع أو قميص قدين تي أرقى تودادو مساعد كده حس صفقة كل ترتان ما كل صلاة من نقصده يقوب بالله بهايا صلاة صلاة وصلاة وصدوك أرقى إذا ضاك كفر دو قميص نوكولها محوله si khatar wali wax u dhig jiray sidaas u dhig jiray waaqi dambaan waxaan arii hebel ninku qamis ku leeyahay jamaacadu waajib kuma aha ninki xurowa erera tabareeda hebel la qamis ku leeyahay he jamaacadu waajib kuma aha fatwada miya khaldan dambaysa waa khaldan ku soo saacan tahay kutub shafiiciyya ku taala kutub shafiiciyya bay ku taalaa cudur daarada rida wujuubul jamaaca inay tahay nin dayn kugu leh
oo qabqatada kuu istaagahaya hadduu masaajidka kaaga dhow yahay ama joogo wujuubuljamaaca waa dhacahaya. Ninkaa la sheegi maayo, aniguna ma sheegin, yaan lagu been abuuran niman yaqaano, laakiin hadda aada u qoslayaan arkaa, dhib ma laha. Sheekh Mahadow, haddii masjidkii iyo jamaacadii looga baqahayo cudur, jamaacaba waajib ma aha. Maxaa wadci iyo suuro cusub oo nebi maxamed weligood u tukanin, oon saxaabo weligood u tukanin, oon taabiciin weligood u tukanin, intaasoo cudur oo dhici jiray, daacuun dhici, hal magaalo oo yar baa xilligii salafka iyo saxaabadii dabayaaqadoodii iyo taabiciintii 90,000 maalin kaliya ku nafbaxday. Coronavirus muxuu idinka dilay? Wuxuu idinka dilay maba jiraba. Dadka horaan buu wadna xanuunka iyo hargabka iyo kansarka iyo kusoo boodada u dhiman jiray, inbaa iska dhinta. Waxa soo kordhay sheega, ama Ilaahay isku xiro safka mingira ka dhigo hagaajiya, aysan ka ahayn bidcadan ummadda ka daaya. Sidaan in loo tukado maxay ugu qasbahaya? Nin walba uu halkaa isdaga hal mitir iyo badh meelo la mitir. Cudurka cabsi misaas aha waajib kuguma aha. Masaajidka soo gal, keligaa ku tuka, iska bax, ama gurigaada iskaga tuko. Hadday aysan ka ahayn safka inuu hagaajiya, kii malagii galay baa dhiman salaada inuu hagaajiya. Warkaa inaad fahantay mar umaleynay. Maraykanka iyo Yurub hadda ka taagan tahay gaalada cadaanka, nin bay soo wacay gaalada cadaanka. Waxay leeyihiin war idinkan Soomaalida ahee 19 qolyaha qolalka u jiifa, ee afka aan duubanaynin, ee waxaan marsanaysaan uusan jirin, ee wax walba isla cunahaya, xaggana isku qaylihaya, ee neeftooda isku baxaysa waalan, halna fadhiga anagu dhammaanay maxaad akhridaan? Walihii kale wuu aamusay, mid baa afudaa wuxuu yidhi qur-aan baan akhrisanaa. Gaalada maxaad ku akhridaan? Biyahan ku akhrisanaa waan cabna. Waxay keensadeen litre 5 litre xidxidhan oo dheena furina iyagoo xidhan noogu akhriya qur-aanka. Maraykan maana soo toon iga soo caa ii sheegay halkaasi baashu taagant. Wuxuu weydiinayaa gaalada ma u akhriyin karaa, mise waan daynaa coronavirus ku hallaaye? Waxaan ugu jawaabay idiin sheegi maayo, laana waad naxidhaysaan. Intaasi waa kaftan. Almuhim waxaa weeye safka waa in la hagaajiyo. Saa darteed Ibnu Xajar Alhaytami ومن متأخري الشافعية كتاب قصة الزواجر عن اغتراف الكبائر وحقوق دري صفك الله هجاتين وأمل لك لفقاده من الكبائر ذنوب إلى تاي نصوص تنوى كتمة دم بيدا وين وين نصوص بدن بكتمة صفك واثمة إنسان وهجات وإلا إلهي وحيسقط في قلوب تني وجنو سكور كينية وعيدنا كمرد شو وحن كاهين واجب أرجعوش إسكيل عليه qoli reer bayugu iyo reer galbeedku waxay keeneen masala muhiim jiddan oo Afrika ayaan ka jirin. Waxay dhaheen haddaan anagu masaajidii aan jamaacaadkii iyo keep distance wadi weyno, masaajidii walla iman mahayo oo nin walba gurigiisu iskaga tukan. Haddii masaajidda la iman waayana, kirooyinkoodii iyo kharashaadkii masaajidda bulshada laga qaadi jiray baa la waayaya. Waagi dambena masaajidku waa xidh mahayaa. Marka inaan keep distance-ga wadno, jamaaca nagama ahee, waxaaba ku jira macno kale oo masjidkii in la ilaaliyo ummaddii jiritaankeeda. Aadaan kor loo aadaan haddaa iyagu ma laha, waad ogtihiin ashuko adin weyn. Albaabkii adoo taagan albaabka hadda kaas dhexe badan maqlin aadaanka gudaha ka socdo. Albaabku wuxuu leeyahay qayb rabar iyo waxbay ku xidhan, hadda codku bannaanka u bixi maayo. Masjid Mustukhaale oo Toronto ku yaalla baan weliba anigu hadda taagan shaahid baan u ahay, ma wax la iga sheekeeyey. Anigu wadaad la hadlay iridda taagan, yaa salaada casarkii intii la aqimay baa la galay. Ragcadii labaad baan ku gaadhay, maana maqay, markaan galo dhimankii waa tixaadsanaya. Hadda waxaan taagan halkaa aniga wadaad kale, ma maqlaysid makarafoonka xataa bannaan ku bixi maayo. Marka annagu duruuf kaloo khaas aan leenahay wadaadow, hawshan Afrika iyo bariga dhexe ka jirta nama haysee taanada hoos u fiiriya. Hawshaasi waa
ومسألة أباهم في رقا قولوا أباهم لكن قاب كاسي قاب جماعة معه وقاب بدعاء وحكوف لا ترى مسألة قال لي ما أدنى والبها كنت كذا إسكي تقول كذا صعوبة اللي إن صلاها شنطة واجب كم حاو خير بدن اللي قلت كذا في المساجد في المساجد أما الجماعة بعضي عذر كاردي كيف إذا بدعاء الله لا يمن مايو لأنه وحاكو إيمانا هي قاعدة البدعة محيائي قاعدة البدعة وحيائي أما قاعدة الترك قاعدة متقارنين شيء والباء ومقتضيه سيحلق السلف كأوتشري وحمانع الديدين أوسنجرين ففعله بدعة وتركه سنة حلق السلف كأوتشري كأوتشري كون كدرا هوا دعشري بحال داعون ليلة ولو دماني وحط اسكدا يكن الضوء وحاوي أفبا وضوانا يسا أفضوب أن أقبلنا زو كما حناق أفضوبك يوم مدد من جري سلفي صحابي يتابعين كلا جاب شيء إذن عذرك كينا يئن لك لفق هذا صاحبك كينا يئن لك لفق هذا حلق السلف كواتري وهو المقتضي وحوديه إني كلا فقدان ميتري عار كلا فقدان تلي ما أكل وقب تسلم ما نعنا ميتري حقنا ما يسن كلا فقدان هذا بقى كلا فقاش إلا السمايو في الجماعة وبدعة وتركوا إن لقد تقول لك كلا فقدان اللي سكوت لقنا سنة هذه هي قاعدة ترك هذه كلا بدعة هذا ما دكوا عرسان طبعا لم بقى الباب صار قصنيس موليد كا سنة نقن يا سنة موليد كا هولي يس سنة نقن أجلس كي أبي أبي لا سنة نقن سما كرني سان ستفاض ما سو بودي إسكي إلى عليا بلا رسالة وين هو كشاء قاعدة البدعة ما يشهد كل حدين هاد منينا يدكوا الدنا كلوت طيب